أحسن الله إليكم. يقول السائل: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فهل هذه في الفريضة فقط أم أي صلاة؟ وهل تضاعف كذلك الأعمال الصالحة في الحرم؟ هذا في الفريضة، الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة في الفريضة هذا. وأما النوافل وأما الطاعات الأخرى فهي تضاعف أيضا، لأن الصلاة، لأن العبادات في المسجد الحرام أفضل من العبادات في غيره، لكنها لا تبلغ ما تبلغه الفريضة 100,000 صلاة، هذا خاص بالفريضة.